السلام عليكم. حزب الله الإيراني في لبنان رسميا بيتبنى بيت الشعر اللي بيقول كاد المغيب أن يقول خذوني. حزب الله هو صاحب نترات الأمونيوم اللي كانت متخزنة في مرفأ بيروت وانفجرت في أغسطس من السنة اللي فاتت، تركة وراها ضحايا وخسائر كبيرة، لأنه من الواضح أن مسار التحقيق اللي ماشي فيه المحقق العدلي طارق البيطار المعروف بنزاهته، من الواضح أنه هيكشف دور حزب الله وتورطه في وجود المادة الخطيرة دي في ميناء بيروت لصالح النظام السوري طبعا. فكان من حزب الله انه بعت رسالة تهديد غير مباشرة للمحقق العدلي طارق البيطار، حيث قام رئيس جهاز الامن والارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قام بارسال رسالة تهديد مبطنة وغير مباشرة للقاضي البيطار عن طريق اعلامية لبنانية اسمها لارا الهاشم. قال لها بلغي البيطار اننا كحزب الله مستائين من طريقته في التحقيق واننا هنشيله من التحقيق ده قريب جدا لو استدعى الامر. بمعنى ان حزب الله شاف ان استدعاءات البيطار لبعض الشخصيات السياسية اللبنانية المتحالفة مع الحزب واللي كانت في موقع المسؤولية المتعلقة بوجود هذه المادة الخطرة في مرفأ بيروت، حزب الله شاف ان التحقيق اذا استمر بالشكل ده هيكشف ارتباط حزب الله بالمواد دي وانه جايبها لحساب النظام السوري علشان يستخدمها في تصنيع البراميل المتفجرة اللي بتساهم في تهجير السوريين من مناطقهم على اساس طائفي يخدم اجندة ايران الطائفية. لدرجة ان حسن نصر الله في احد خطاباته الخنفشارية من حوالي شهرين ما تكسفش انه يقول ان القاضي البيطار مش عاجبه بسبب استدعائه لشخصيات معينة. اسمعوا من فضلكم. هذا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس، هذا تحقيق مسيس، رئيس حكومة حالي ووزير اشغال سابق، كيف يعني؟ ليش مش رئيس حكومة سابق؟ ما عم بستهدف حدا، عم بحكي حكي موضوع علمي. يا أما بيشتغل تقني وقانوني وقضائي ووحدة معايير وشفافية ووضوح، أو القضاء يشوف قاضي تاني يكمل مسار التحقيق ويردوا على مسار الصحيح. هول اللي بيشتغلوا إعلام عند الأمريكان وعند آل سعود وعند غيرهم هم اللي عم يتهمونا. مسكين حزب الله، يا ويلاه حزب الله مسكين، عنده مستودعات تتسع لعشرات الآلاف من الصواريخ لكن ما عنده مستودعات يحط فيها هودي 2000 طن مثلا من النترات. مسكين النظام بسوريا، ما عنده موانئ، ما عنده لا مينا باللاذقية ولا مينا بطوطو، ما عنده موانئ، فمضطر يجيبهم على بيروت ويعذب حزب الله بنقلهم من بيروت على سوريا. اتفضل يا سيدي. تبرير طفولي على طريقة كاد المغيب، كلب ايران عايز يختار بمزاجه ومزاج اسياده في طهران مين اللي يستدعيهم القاضي، وبيحتج على استدعاء شخصيات محسوبة عليه ومتحالفة معاه، وإن النظام السوري مش محتاج مواني لبنان علشان يستورد النترات وبيتباهى بالصواريخ اللي عنده، ده على أساس إننا أطفال ومنعرفش إن النظام السوري لا يجرؤ على استيراد هذه المادة المواني مباشرة لأنها هتفتح عليه طاقة جهنم. بس نقول إيه؟ ما هو حسن نصر الله بيعتمد في خطاباته إنه بيكلم مراكيب ما لهمش عقل لا مؤاخذة. لا، وبيقول لك كمان إن إعلام آل سعود والأمريكان هم اللي بيلفقوا التهمة دي للحزب. طيب يلا اذا انت بريء منها ليه بتهدد القاضي وبتشكك في شغله وبتحتج على استدعاء ناس من طرفك؟ والله ما حد عاملها غيرك، لانك انت وحزبك اللي بتستعملوا لبنان كأداة للملالي بتاع طهران، وعمركم ما اعتبرتوا لبنان وطن يا عبيد الولي الفقيه. من فضلكم تعالوا نشوف قلنا ايه قبل شهرين تقريبا في حلقة انا متأكد ان اغلبكم ما شافهاش وبتحتوي على تفاصيل هامة جدا عن تواجد حزب الله، ونرجع نكمل بعدها. دلوقتي القاضي الحالي طارق بيطار ماشي بالقضية في مسار سليم وبرضه مش سايبينه في حاله، وبيتشدقوا بيه بقى بالحصانات وبيتحصنوا بنفوذ أسيادهم من الطبقة الحاكمة، وده بيدل إنك في جمهورية حزب الله مش في جمهورية لبنان إطلاقا. وعلى سيرة حزب الله بتيجي سيرة النظام السوري مع تقارير استخباراتية وصحفية اتكلمت عن أدلة بتثبت إن شحنة النترات دي دخلت المرفأ بمعرفة حزب الله لصالح النظام السوري. يا سادة، احنا أولا مش في حاجة لأي تقارير صحفية ولا استخباراتية علشان نعرف إن حزب الله هو اللي دخل الشحنة دي لميناء بيروت لصالح النظام السوري حليفه. وتعالوا بالعقل كده نفكر فيها ونعقلها. احنا عارفين إن النظام السوري اعتمد في عملية تهجير الشعب السوري من بعض القرى والمدن لأسباب طائفية معلومة على سلاح رخيص ولكنه فتاك اسمه البراميل المتفجرة، ومادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار من أهم مكونات تصنيع البراميل المتفجرة اللي كان بيرميها النظام السوري على المدنيين لتهجيرهم من قراهم ومدنهم للأسباب اللي ذكرناها من شوية. تعالوا بس لمدة ثواني كده نشوف البراميل المتفجرة دي وتأثيرها ومدى قوتها.
الحجاري قصد البراميل متحشرة على المدينة. الله أكبر. الله أكبر داريا. زي ما شفتوا بالظبط، ده مجرد نموذج لتأثير البرميل المتفجر اللي استعمله النظام السوري أثناء الأزمة السورية علشان يهجر المدنيين على أساس طائفي، علشان يعمل تغيير ديموغرافي لصالح إيران وأتباعها، طبعا من بداية الأزمة والنظام السوري تحت المجهر. ومش من السهل عليه استيراد مادة نترات الأمونيوم ودخولها من خلال موانيه بشكل طبيعي لأنه متراقب كويس، والكل عارف إن لبنان طول مدة الأزمة والنظام بيستعمله كباب خلفي له لعملياته. طبعا أنا بتكلم على النظام السوري من خلال عملائه في لبنان وعلى رأسهم حزب الله وآخرون، خصوصا إن محسوبين على النظام السوري تم غصدهم استخباراتين وهم بيحاولوا يشتروا نترات الأمونيوم دي للنظام. واحد منهم اسمه على ما افتكر جورج خصواني، والتاني مش فاكر اسمه، بس في تقارير إخبارية أو تقارير استخباراتية بتتكلم عنه. ومن الحاجات اللي بتعزز النظرية دي إن كمية نترات الأمونيوم اللي دخلت مرفأ بيروت بتتجاوز 2700 طن، واخدين بالكم 2700 طن من مادة خطيرة دخلت ميناء بيروت بحجة غريبة وعجيبة. الحجة كانت بحسب تصريحات قبطان السفينة اللي كانت محملة للنترات دي إنه كان رايح لموزمبيق سنة 2013 عشان يفرغ الشحنة هناك، والطلب منه إنه يروح ميناء بيروت علشان يحمل شحنة إضافية عبارة عن معدات مسح ثنائي الأبعاد للتنقيب على النفط، بتخص شركة تابعة لجبران باسيل. أيوة جبران باسيل حليف بشار الأسد وصهر الرئيس اللبناني. وتم الحصول على إذن برسو السفينة لمدة 4 أيام في المرفأ لتحميل المعدات. الكلام ده كان سنة 2013، غست على أساسه 4 أيام، وخد عندك بقى يا سيدي، غست وممشتش خالص. وترتب على ده تعقيدات إجرائية بتتعلق برسوم وجمارك وغيره، وفجأة شحنة النترات تنزل من على المركب للميناء وتتخزن في عنبر الموت، العنبر رقم 12، وتقعد هناك طول السنين دي لحد ما انفجرت في 4 أغسطس 2020. واخدين بالكم انتم؟ سفينة محملة بنترات أمونيوم راح لشركة في موزمبيق بترسو في مرفأ بيروت علشان تحمل شحنة تانية وتمشي، تقوم تحصل حاجات تخليها تفرغ الشحنة الخطرة دي وتتخزن جوه الميناء ومقدارها أكتر من 2700 طن. ولسه على فكرة مش هنا المفاجأة، لا لا لا، المفاجأة إنه بناء على كلام خبراء متفجرات عالميين وتقارير دولية أكدوا إن الانفجار الضخم اللي حصل في ميناء بيروت واللي شفناه كلنا أكدوا إن كمية نترات الأمونيوم اللي انفجرت مش 2700 طن. واخدين بالكم أنتوا؟ أكدوا إن الكمية اللي انفجرت كانت في حدود 500 طن بس. خدتوا بالكم أنتوا؟ 500 طن بس، بينما كمية نترات الأمونيوم اللي نزلت المرفأ هي 2700 طن. طيب يبقى الباقي راح فين؟ ده دليل انه كان بيتم السحب من الكمية دي خلال السنين اللي فاتت من 2013 لحد انفجارها في 2020. ومن المعروف ان حزب الله بيسيطر او على الاقل له نفوذ على جميع المعابر في لبنان، سواء الحدود البرية او المطار او الميناء، ده معروف ومش محتاج نقاش. ولو حد ممكن يفسر ان مادة النترات دي ممكن تستعمل في تصنيع حاجة تانية زي الصابون مثلا، اقول له والله كلامك منطقي، ولكن هل من المنطق انه يتم السحب منها من غير معرفة القائمين على الميناء؟ يبقى في تواطؤ من جوه الميناء، وبالتالي الحزب ونفوذه في الميناء مش بعيد عن دائرة الشك على اقل تقدير. يا سادة، مش لازم نكون خبرة مواني وشحن وتفريغ ولوجيستكس علشان نعرف ان في احقر مينا على كوكب الارض لا يمكن باي حال من الاحوال انزال او تحميل او تحريك او الافراج عن اي شحنة مهما كانت نوعيتها الا باوراق واجراءات بتحدد انتقال مسؤولية الشحنة من الجهة الفلانية للجهة العلانية. يخرب بيوتكم، 2700 طن نترات امونيوم شديد الانفجار تنزل المينا وتتخزن في احد مستودعات المينا ويتم السحب منها على مدى 8 سنين ولا 7 سنين، كل ده ولحد دلوقتي لم يتم تحديد مين صاحبها ومين خزنها ومين سحب منها ومين جابها ومين فجرها. انها جمهورية حزب الله يا سادة، ده الوضع الطبيعي لأي بلد بيكون لأذناب وعبيد الفوكس أي نفوذ فيه. لبنان اتحولت من سويسرا الشرق
لواحد من أسوأ الأماكن اللي ممكن يعيش فيها الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي لمسة إيران القادرة على تدنيس كل حاجة جميلة. النظام السوري جاب المواد دي، وحزب الله بنفوذه وسيطرته جوه الميناء خزنها علشان يستفيد منها النظام السوري بالسحب منها بحسب الحاجة، بينما هي على شدة خطورتها متخزنة في مرفأ حوالي مناطق سكنية. زي ما سمعته، مسألة خوف حزب الله من المصاغ اللي رايحة فيه التحقيقات واضح جدا، ده بالإضافة لوضوح حلاقة حزب الله بتخزين المواد دي في المرفأ اللي حواليه مناطق سكنية. القاضي طارق البيطار، ولأنه نزيه مش عاجب الحزب الإيراني، لأن نزاهته هتقود إلى معرفة الحقيقة، والحقيقة هي إن حزب الله هو اللي جاب المواد دي لمرفأ بيروت، وهو المسؤول عن اللي حصل وبيحصل في لبنان اللي نزعت منه إيران معالم الجمال وحولته لبيدق إيراني بشع ومنصة إجرام إيرانية في حق لبنان وفي حق العرب كلهم. وكان الله في عون اللبنانيين، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.